الوان هاي. السلام عليكم. شجرة بلوط. شجرة بلوط كبيرة. المنطقة هاي يعني زي ما ذكرنا بأكثر مرة مليانة بلوط وكستنة. البلوط بقع على الأرض يعني مستوي الدنيا شتاء. البلوط بقع على الأرض. هاي حبة البلوط طبعا حلو. جربته أنا. وفي طريقة كيف إنه يعني تسويه على التسويه. بنورجيكم طريقة البلوط والكستنة. بس الأهم من الموضوع هذا إنه الشجرة جميلة. لو شجر البلوط أو الأوك تري. شجرة عظيمة وحلوة ومرتبة وموجودة ببلادنا بكثرة. وهذا موضوع متنوع يعني كله بلوط وكستنة. وكله مليان على الأرض. هسا موسمه بلش موسمه. شايفين كيف؟ يعني هاي بلوط بلوط بلوط. طبعا قرب يا بابا قرب لقرب لي. هذول البلوطات شايف مستوي وكويس لونه بني ومليح. في منه جزء بعده اخضر بشجر ثاني شفته، لكن هذا البلوط مستوي وكويس. طبعا معظم هذا اكل السناجب، يعني السناجب بتاكله. بس انا بعرف الناس تاكل بلوط. انا بصراحه ما عمنيش يعني شويته ولا رغبته، بس جربت مرة حب نيه كويس يعني، بس انه مش هالشي. اما بنجربه على الطبخ وبنشوف، في ناس بتحبه. الكستنة نفس الاشي، انا مش مغرم فيها بس بنجربها يعني بنورجيكم. منظره جميل. وهذول السنجاب المرة هاي. بعدين من شجرة كويسة ونظيفة بنعبي كيس وبنورجيكم على الفرن. ما احلى السنجاب. كل 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 بلوط بلوط قاعد باكل. اشمط 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 من هالبلوط. بخبي ترى السنجاب، لمعلوماتكم بخبي بلوط وبخبي كستنة مشان بنص الشتوية يرجع يحفرهن ويدور عليهن ويلاقي. بشيل وبخبي. سبحان الله. حيوانات مليحة طبعا المنطقة هاي. يعني منطقة هون نحن نيجي بدنا نشتري شوية عدد عدد زي ما بقولوا، لمبات وما لمبات. وهون عندك زي الكرفان ولا الكوخ الصغير بيعملوا سندويشات وبيبيعوا لها الناس اللي رايحة واللي جاية. وهذا محل شو اسمه أدوات وعدد وطبار وكل شيء. وهاي الشارع، يعني الأشجار على الشارع العام. وهاي الشارع العام شيء جميل هيك طبيعة بريطانيا حلوة. السلام عليكم.